مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. لازلنا على تتبع قضية إيمان 26 سنة لعدد كبير من المغاربة. تبعوا القصة ديالها، قصة إيمان. الهدف فيها هو نبحثوا الأم ديالها، ولكن هذا الملف كما تبعوا المغاربة أعطانا منحة آخر، مجموعة من النساء اللي كان عندهم شيء ما الإحساس وكانوا كيقلبوا على بناتهم، كانوا كيشوفوا بأنه تقدر تكون إيمان هي بنتهم. من إيمان مكتب الله عز وجل ومجهود المغاربة بانت حقائق أخرى اللي قدروا هاد النساء سواء فاطمة وفاتحة أنهم يوصلوا لبناتهم فين كاينين. مشاهدينا الكرام، آخر فيديو تناولنا الموضوع كان اتصال بين العائلة اللي ربات ابتسام. شكون هي ابتسام؟ ابتسام اللي هي الابنة ديال فاتحة اللي عاد بانت، ربطوا بها الاتصال، تكلموا معها وتكلمت مع ابتسام كذلك فيما يخص حسب التصريح ديالها وحسب الكلام ديالها في المكالمة انه هي الابنة. شنو الحوار اللي دار بينها وبين فاتحة لأول مرة؟ تبعوا معايا. فاتحة، الفيديو الاخير اتصلوا بك هذوك الناس قال لك احنا هما اللي مربين هذيك البنية وفي نفس الوقت دوزوها لك، شنو الحوار اللي دار بينك وبينهم؟ الحوار اللي دار بيني وبينهم قال لي واش تي فاتحة؟ قلت لي ايه. قال لي واش تي كتقلبي على ايمان؟ هاد 26 عام في كتي. قلت لي 26 عام باش عرفتيني انا ما كنقلبش على بنتي؟ قلت لي انا كنقلب على بنتي من النهار اللي خرجت من يديا، 16 عام وانا كنقلب عليها. ملي تحولت حافظة صافي تقطع منين غندوز نقلب على بنتي مع حفيده تحولات. قلت له حفيده اللي كتعرف؟ قال لي لا حفيده ما كتعرفش هادشي، لا هي ولا سعاد، حفيده ما عندهم حتى دخل في هادشي. قال لي انت عطيتيها في جديده؟ قلت لي عطيتها من عند حفيده. قلت لي خاف الله. قال لي ما نقدرش نتقلد. قلت لي انا عطيتها من عند حفيده، الدري خرجت من عند حفيده. ولكن انت راه كتبتي لهم هادشي. انا لكتب وكيقول لي انت زايده في العام فلان فلاني والاب ديالك ما كانش عنده الحاله المدنيه. قال لي انت ما كانش عندك لا كارت وكتبتي معانا. قلت لي باش كتبت معاك؟ انا ما عندي لا اوراق لا والو، باش كتبت معاك؟ اذا دايرين داكشي تزوير. قلت لي مزوري الاوراق كلشي دايرين داكشي تزوير. الا ثبت العكس بانك انت كتبتي لهم كي غتوليتي انت ما عقلاش ما علاش غتهمي الناس وتقولي تزوير؟ ما عقلاش وما عارفاش هو تزوير بلا كارت. كلشي كتب بلا لا كارت، راه الورقه الاخر اللي بغيتي تكتبها كيطلبوا لك لاكارت. انت هذيك الوقيته ما كانش عندك لاكارت؟ ما عنديش حتى الحاله المدنيه، ما كانش عندي الحاله المدنيه. راه عندها تاريخ، فوق صلحناها وفوق صوبناها، راه كلشي عنده لي تاريخ. كيفاش لعبوا بهاد الوراق؟ كيفاش صوبوهم؟ الله اعلم. انا اللي شدت من عندي البنت، الام اللي دات من عندي البنت جات هي وحفيظه هزوها من عندي، قالت لي شوفي انا غنديو هاد البنيه غنديوها لفرنسا، راه بنتنا وبنتك راه في الامان. وساعات اللي توحشتي بنيتك، ها بنيتك راه ما تسمحيش لينا الا ما وريناهاش لك، راه التقليد يبقى علينا. صافي انا بقيت كنقلب عليها من نهار عطيتها وانا كنقلب عليها. لا دابا رجعي ليا، هو شنو قالوا لك؟ هو اش قال لي؟ قال لي من الاحسن تسدي الملف ولا بغيتي تتبعي القضاء. قال لي صافي لا تبعتي القضاء غنصيفطك الحبس. اصلا قال لي انت عندك اعتقال ولا معتقله ولا شنو؟ قلت لي كنت معتقله ولا ندوز هذاك؟ قلت لي راه حفيظه وسعاد هما اللي كانوا معتقليني بجوجات. دابا انت كتعطيني اش قال لك وكتجاوبي انت؟ دوك الاجوبه اللي كتعطيني بحال كتقولي انا نقولها بالدارجه كنبداو نتجاوبوا. لا انا جاوبيني في الواقع، هذا كلامه قالوا لك؟ كنسمعوا كلمة اعتقال، شنو هاد الاعتقال؟ فيت منك انت كنتي معتقلة شي مرة كنتي مدوزة الحبس؟ ما مدوزاش الحبس، كان وقع لي مشكل غير سورسي 4 شهور ما تشديش كاع الحبس دوزها سورسي. الدار معول للدار بنين، كان وقع لي معاه مشكل وهي راه فراس حفيظة، هادشي كلشي تعود معودها لي حفيظة. وحكم هو عطاو 5 سنين ديال الحبس وانا عطاوني 4 شهور سورسي. علاش؟ وقع الكريساج وداكشي. كان نهار 10 ايام في رمضان كان تلقى ليا كان ضربني بطورنوفيس. انا عرفته انا كنقول لهم موس هو كيقول لهم طورنوفيس. وناض شي حد شهد لي ما عرفت شي جوج ولا ثلاثه شهدوا بلا انا رميت عليه الباطل وداكشي، عطوني 4 شهور وهو خد 5 سنين بلا، حيت هو اعترف قال لهم ماشي موس راه طورنوفيس. علاش عطوك انت 4 شهور؟ ما فهمتش والله ما عرفت حاجه. من عام اجي بزاف
بزاف هادشي شي 18 عام ولا 19 عام ولا. انت ما بتيش في السجن؟ لا لا، خديتي غير السورسي. بتي عند كنت عند البوليس 4 شهور، دوزت على البوليس، بت عند البوليس يومين 24 ساعة، دوزت المحكمة صافي، قالوا لي خديتي السورسي، دوزت المحكمة ديال اللي كانت في عين شقي. هذا اللي كدوي عليه انت ماشي هو اللي عندك العلاقة على الابن؟ لا لا، هذا موضوع ثاني، هذا دري صغير. هادشي قالوا لك انت هاد السيد، شكون اخر دوا معك ثاني؟ نعم، شكون اخر هضر معك من غير هاد السيد؟ لا، هضر معايا غير هاد السيد، ما كيهضر معايا حتى شي واحد، الا التليفونات كيصونيو عليا وكيقطعوا. هاد البنيه ما عيطاتش لك؟ البنت عيطات ليا. لا، هو قال لي هاد البنت غتعيط ليك، وراه ما باغاش تشوفك وما باغاش تدوي معاك وراه كتعرفك. قلت له باش غنعرفها انا بنتي هادي اللي غدوي معايا؟ قال لي غتدوي معاك وما باغاش تشوفك. قلت له باش غنعرفها بنتي؟ انا بنتي بغيتها تشوفني ونشوفها، حتى ما بغاتنيش ما عندي من دير. وهي ما دواتش معاك؟ لا، دوات معايا. اول ما دوات معايا قالت لي واش تي فاتحه؟ دخلنا عليك بالله الا ما زقي معايا شويه. راه قلتي لي دوا معايا غا هو، وهو وصل لي الرساله عن طريقها. وابلاتي 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 الا حبستك حبسي. وحده وحده، حنا ما مزروينش، شويه علينا الناس باش تفهم، ما نبقوش نغلطوا في شي حوايج. السيد دوا معاك هادشي اللي قال لك؟ قلتي قال لي انا، وهز الرساله ديالها قالها لك. من بعد قلتي لي عيطت لي، دابا واش هي عيطت لك ولا ما عيطتش؟ لا، عيطات لي. ايوا باش عيطت لي هو، عاد عيطت لي هي. من بعد شي نص ساعه عيطت لي هي. ملي عيطت لي هي، حداها شي حد كيهضر، انا كنسمع حداها شي حد كيقول ليها. قالت لي الو، واش فاتحه هذيك؟ قلت لها. قالت لي واش تي اللي قالت لي بغيت نعرف شكون اللي عطاك هذا الاسم ديال الانتسام. ملي قلت لها بنتي، قالت لي ماناش بنتك، ما تقوليش لي بنتي، وكتغوت ما تقوليش هي بنتي. قالت لي 26 عام فين كنتي؟ قالت لي المشه كتهز ولادها في سنانها. قلت لها وينك عندها الحق؟ ما حكمتش على الظروف ديالي، كون حكمت على ظروفي وشافتني كيفاش كفت، ما غاديش تدوي كاع، ما غاديش تهضر كاع، وما غاديش تقول هادشي. علاش لحتيني؟ ما لحتاش انا في الزنقه، ولا انا عطيتها لهذوك الناس اللي بالله غيشدوها غيتهلاو فيها. عطوني طاولوني، قالوا لي راه بنتك وبنتنا غادي تولي تشوفيها، بنتك راه غتولي تشوفيها مره. وهادشي اللي كاين. يعني هادشي اللي قالت لك هي؟ لا، هي قالت لي ما تيش ماما، قالت لي ما تيش ماما، ما نبركش قدامك. وقالت لي شوفي الا كذبوا عليك، بحال قلت لي الا كذبوا عليك هذوك الصحافه، الا عطاوك شي شويه الفلوس انا ما عنديش مشكل. قالت لي انا راه انا عندي الوراق ونتابع القضاء. وقالت لي غنتابعك. قلت لها تابعيني، ما كان حتى مشكل. قالت لي غنواجهك على القضاء. فاتحه شكرا لك. انا المهم عندي هو كما بدينا الخيط، كما وصلنا للنهايه، انه قدرتي تعرفي الخيط ديالك فين كاين، هذا هو المهم. مشاهدينا الكرام، القاعده في الموضوع اللي انطلق منه هاد الحيتيات كامله، وكيفاش كبرات القضيه وكيفاش خدات ابعاد اخرى، انطلقوا من الاصل. هاد الناس كانوا كيشكوا بانه ايمان تكون بنتهم ماشي بنتهم. الدعم الكبير ومجهود المغاربه مشكورين بشكل كبير، اللي قدروا يوصلوا لكل واحد للطريق الصحيحه ديالو. ايمان، كيفاش شفتي هاد الامور؟ انا بغيت بعدا نقول لبنت فاتحه انها تعطي الام ديالها فرصه وتلاقها معاها وتحكي ليها من الاول حتى الاخر. وهذيك الساعه الا بغات انها ما تشوفش الام ديالها ما تشوفهاش، ولا بغات ديك الساعه تبقى تشوفها. المهم هي انا لقيت البارح اللي عيطت ليا ودوات معايا، بقات فيا بزاف. شكون اللي عيطت لك؟ فاتحه. فاش عيطت لي وعودت لي قالت لي شنو قالت وكتبكي، ما انا ما قدرتش نصبر. خاصك تبتسم تبقى فيك حتى هي لا بجوج بهم، ولكن حتى باش هما باش يتلاقاو باش انهم يهضروا ويحطوا النقط على الحروف. هذيك تقول لها اشنو كاين والاخرى تقول لها شنو كاين، خاصهم ضرور انهم يتلاقاو وباش تعرف الام ديالها والظروف ديالها، ماشي تبقى تحكم عليها وتسمع من بعيد وتحكم على الام ديالها. وكنتمنى انها تلاقى معاها وهي تسمع لها والاخرى هي تسمع لها. دابا عن طريق كنتي بانوا القصص ديال الناس، نسيتي ديالك وبقيتي في ديال الناس. لا ولكن
كما كنقول وغادي نعاود نقول صندوق الاسود عند حفيظه وفي اسفي. وبغيت قبل نقول لمي محجوبه انا متاكده ومتاكده مزيان بانك عارفه الحقيقه من الاول حتى الاخر. قولي ليا ورحميني وانت وانا متاكده انك كتشوفي الفيديوهات وكتتفرجوا فيهم وما قدرتيش انك تهضري معايا او تقولي لي لا ديك راه ماشي هي الام ديالك. وما عرفتش علاش انا ما بغاوش يقولوا الحقيقه ما عرفتش وانا متاكده انها عارفه. وفي نفس الوقت عما قريب الى بغربي غتبان الحقيقه. قريب وقريب بزاف ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك الله يحفظك الله يفرجها لك يا ربي. تفضلي. نقول الابتسام نقول لها شوفي راه كي درتي لي انا راه انت غتولدي وليداتك وغيديروا لك كيف درتي لي انا. انا ما بغيتكش تفايدي عليها. لا كيف درتي؟ لا باش نكون معك صريح. شكرا لك عطيتيني. حسات بيا انا البارح كي خلاتني البارح كي دارت لي انا غيديروا لها ولادها. ولكن كيفاش كانت هي سنين طوال عاوتاني هذيك البنيه؟ ما تخليتش على يوسف ويكون حسيتي بي. كيفاش ما تخليتيش عليها؟ قلبت عليها تعيت ما انا خصك في واحد الحاجه باش نكون معك واضح والراي العام كيتبع معانا. انا راه عندي قاعده وحده في هذا الملف. لا يهمني ما يقال وما يشاع وعدد كبير في الله عز وجل المغاربه عارفينني كيدير. انا اللي كيهمني هو الجانب الديني. ابتسام ماشي غدا ولا بتغدا تلقاك انت عندك شي ولد وتعرفوا هي وتولي مجوجه به ونولي واحد مجوج بختو ولا بشي مصيبه بحال هكا معايا. هذا هو الحدود ديالي. اما حيت هي القضيه انا ما غاديش نجي نكون قاسي على ابتسام ولا هي في معاناتها. وهنا في نفس الوقت كنوجه الشكر الجزيل لهذوك الناس اللي كبروها اللي ما لحوهاش سنين طوال حتى وصلت لهذا السن. يعني باش نبداو نتفايلوا على الناس لا كيما درتي لي يديروا لك الوالدين. نتمنى انه هذا الكلام هذا ما يكونش الان لانه وضعك ضعيف بشكل كبير وضعك اكثر من ذلك. اسبابكم ومسبباتك اللي غتشرحي نقولوا كان عندك زواج عندك وليدات خفتي من التصدع انت ما مجوجه ما والده 16 عام وانت بوحدك عاد غتبان لك من حقها كما كان الحال وهذا هو الحق. انا كنشكرك وفي نفس الوقت كنقول لك الله يفرج عليك وكنتمنى لك الخير كما بديت معك الملف كما وصلت للنهايه فيه اللي المهم فهمتي الاصل راه ماشي ايمان هذا هو الهدف. مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا هذه هي القصه ديال ايمان اللي تنور راي العام اكثر في الموضوع غادي نعطيها بخلاصه. ايمان كبرات عند ربيعه وعند محمد الله يوليهم برحمه الله قبل ما توفى الام ربيعه بثلاثه ايام كتفاجئها كتقول لها انا ماشي امك وهذا ماشي باك. السير عند حفيظه ومحجوبه. من هنا انطلقنا في البحث ماشي بوحدنا دائما كنقولها دورنا واحد 30% 70% ديال المغاربه في المغرب وخارج المغرب كنوجه لهم الشكر الجزيل والله العظيم. يد وحده ما كتصفقش داروا معنا مجهودهم بحثوا معنا وقصنا وصلنا لبزاف ديال الامور. كان عندنا لقاء مع الاسم الثاني اللي ذكرت ليه الام اللي خلات ليه السر ليه محجوبه عطاتنا معطيات صغيره وفي نفس الوقت الابنه ديال محجوبه اللي مشات لاسفي وقدرت توصل لحفيظه وعطاتها الادريس اللي هي دابا مقبله انه تشوف مع حفيظه اللي عندها سير كما اعتبرت هي الصندوق الاسود حفيظه. مشاهدينا الكرام في خضم الموضوع ظهروا جوج الاسماء فاطمه قالت لك الشبه الاحساس يميت شيء من مع ايمان بجهود الله عز وجل المغاربه تبت بانه ماشي الام ديالها وبانت الابنه ديالها. من بعد ظهر الموضوع الثاني ديال فاتحه اللي بجهود المغاربه عرفت الاصل. هنا بين قوسين الشكر الجزيل مره اخرى لهذ العائله لانه جا الوقت اللي غنتكلم عليهم كيفاش رباو هاد البنيه سنين طوال. وابتسام اي انسان يكون في المكان ديالي يدير راسو بلاصته من الطبيعي جدا انه ما غاديش يتقبل. من الطبيعي انه غادي يكون عنده مجموعه من الاجوبه اللي شيئا ما صادمه. ولكن خصنا نحسوا بهاد البنت كما كتبوا الناس في التعليقات من حقهم تقدر تكون مزوجه ولا عندها وليدات ولا غتزوج وشكل لها اشكال. من الصعب انه تقبلها كأم الان بعد سنين طوال. هذا الجانب الاول. الجانب الثاني هاد العائله اللي درت مجهود كبير وكبروا هاد البنيه. يعني الا غنحطوا الامور نحطوها في القواعد ديالها كل واحد والدور ديالو كل واحد شنو كيستحق. ولكن فاتحه الهدف اللي عندنا في الموضوع هو انه تعرف الاطار اللي كي
يؤدي لفين كاين الابنة ديالها فقط ولا صلة لنا فيما بعد في امور اخرى، لانه هناك دور الاختصاص في هذا الاطار. هي الا بغات تشوف بنتها ما بغاتش ليها، الاطار القانوني في هذا الشان له دور الاختصاص. وكذلك هذه العائله واش توافق لها انه تشوف بنتها ولا لا، في الاطار القانوني له دور الاختصاص. لا يمكن اننا نمشيو في امور اخرى اللي ما كتعلقش بالاطار التنظيمي اللي كنشتغلوا فيه كتنوير الراي العام ونقل الخبر بصدق وبامانه والبحث عن الحقيقه في الحدود ديالها. ولكن القرارات هناك مصالح مختصه، من يصنع القرار في ملفات هو القضاء. فاتحه عندها مبررات ديالها، واش هي قويه شيئا ما او ضعيفه؟ ابتسام لها مبررات قويه في الموضوع، والعائله اللي احتضنتها سنين طوال لها الحق أن نتكلم في الموضوع وتعطي أجوبة. نتمنى أن نكون صلة الرحم بالأطراف حتى يتبين الخيط الأبيض من الأسود وتكون أمور لوجه الله عز وجل. ولكن في حالة إذا رفض أحد الأطراف له الحق في ما يخص النقط اللي غادي يدرج في الموضوع، أسباب مسببات، كتبتي أعطيتي 26 أو 27 سنة ما سولتش عليه حتى الآن، رغم أنه الوضع ديالك ضعيف، ما عندك أولاد، ما مزوجة، هاد السنين كلها ما قدرتش توصل هذا الخيط، من أصعب الأشياء. مشاهدينا الكرام، موضوعنا كيتعلق بإيمان، إيمان 26 سنة، الخيط اللي بقى حافظة آسفي، غادي نشوف هاد الخيوط ولا نعلم القابلية ديال هاد الأم إلا بانت واش غتقبل إيمان نعم أم لا. ولكن إيمان بحكم الله عز وجل وهذا الملف كتب لي التجربة في جوج القصص عشتهم انطلاقا منها، كان هي السبب لا ديال فاتحة لا ديال فاطمة، فهمات وخدات دروس في الدنيا. إيمان كتقول لك الهدف الأسمى عندي أنا في الموضوع نعرف هالأم ديالي شكون فقط. قبلتني مرحبا، ما قبلتنيش المغاربة هم والدي هم با هم أمي. مشاهدينا الكرام، نحن دائما على تتبع قصة إيمان وسوف نوافيكم دائما بجديد في حيثيات هذه القضية. إيمان لها ظروف صعبة رغم أنه البحث عن الأم ديالها، ولا زالت تعاني في المرض، عدد كبير فاهم الموضوع ديالها، وهذا من الأشياء اللي كتخليني أنني نشكل قوة أكثر في المساندة ديالها حتى توفق. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.